عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل ويقول: هل يشعر الميت الآن بأقاربه ويسمع دعاءنا؟ ويقول: هذا السؤال أتى من أحد الطلاب، توفي والده قبل أيام وهو متأثر جدا ويرغب بالإجابة. نقول: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وكان السلف رحمهم الله يسألون عما ينفعهم، ويسألون عما يرفع من قدرهم وقدر ميتهم. ولذلك ربنا عز وجل يقول تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم، الآية. لذلك كان السلف رحمهم الله ما جاء واحد منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، هل أمي ماتت؟ هل هي تسمع دعائي؟ هل هي تشعر بي؟ ما سألوا مثل هالأسئلة، لأنهم عرفوا كيف يكون السؤال الذي يستفيد منه السائل. ويحدث عند بعض الناس في بداية الموت الذي يموت فيه الميت يكون عنده شيء من العاطفة، ويكون عنده شيء من التأثر، لكن سبحان الله ما أن يمر شهر، شهرين، شهران، ثلاثة، أربعة، حتى ينسى الميت ولا يذكر حتى بدعوة. لذلك الأفضل في حياة الإنسان دائما أن يداوم على العمل الذي ورد به السنة، وأن يحرص عليه، ويترك هذا التأثر الآني الذي يستمر لفترة، ثم بعد ذلك ينقضي ويذهب وينسى الميت تحت أدراجه وتحت الثرى وتحت اللحود ولا يذكره أحد، بل بعد ذلك نسمع. وهذا جاء إلينا بالتجربة، ومن خلال ما يستفتي فيه الناس يتشاجرون بعد ذلك في المواريث، ولا ينفذون وصية الميت بل ويقيمون على المنكرات، فتجد هذا يترك الصلاة من ذرية الميت، وهذا مصر على الكبائر والذنوب، وهذا لا يبر الوالد بعد أن مات والده، إلى غير ذلك. أقول الكلام هذا عامة، ولا أقصد به هذا الأخ السائل الكريم، لكن هذا مما وصلنا بالتجربة خلال سنوات طويلة من أسئلة الناس. ولقد وقفنا على شيء يشيب منها الرأس مما يحدث بعد وفاة المتوفى، تمر فترة فورة وفترة حرارة الفراق، ثم بعد ذلك ترجع الأمور إلى ما كانت عليه، بل وأكثر سوءا. لذلك الصحابة لما كانوا يسألون كان يأتي الرجل منهم إلى النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، من سادات الأنصار الكبار، ويقول كما عند مسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت، يعني ماتت وأنا غيب، يعني ما كنت حاضر، وإني ولو كنت حاضرا لا أوصت، فماذا أخرج لها من الصدقة؟ فقال: سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. لم يقل النبي عليه الصلاة، وعند أهل السنن بقية الحديث، لم يقل للنبي عليه الصلاة والسلام: هل هي تسمع دعاء الآن يا رسول الله؟ هل هي تشعر بي إذا ذهبت إليها يا رسول الله؟ ما جاءوا لمثل هذه الأسئلة، إنما جاءوا للأسئلة التي ينتفع بها الحي وينتفع بها الميت. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة جليلة، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، ولد صالح يدعو له. علم ينتفع به، يعني أن يكون هذا المتوفى قد ترك علما، كعلماء الأمة بن باز بن عثيمين إلى غير ذلك رحمة الله على الجميع. صدقة جارية، أو ترك صدقة تجري عليه من الأعمال والصدقات الجارية. طيب، هو لم يترك لكن ترك مالا، إذا نخرج، إذا كان هذا المتوفى يعني قد ترك مالا، نخرج منه الثلث ونجعلها صدقة جارية لوالدنا، يجري عليها برها وذخرها بعد موته رحمه الله. لأن الإنسان الصدقة نوعان: صدقة جارية وصدقة منقطعة. أنا ممكن أطلع عن أبي شهر وشهرين وثلاثة صدقات، لكن يحدث النسيان، يحدث الذهول، يحدث
الانشغال، لكن لما تكون صدقة جارية حتى لو نسي الأبناء وانشغلوا بمشاغل الحياة بقيت هذه الصدقة الجارية. قال: أو ولد صالح يدعو له. ولما قال ولد يشمل الذكر والأنثى. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا مهم جدا في حالة والد ما ترك علم ولا ترك مال، إن نأتي إلى هذا، لكن ترك الذرية من الذكور والإناث مثل السائل الكريم. فقال أهل العلم: لا بد أن يكون الولد صالحا ذكرا كان أنثى ليصل دعاؤه إلى أبيه. هنا الآن هو يسأل هل دعاء أبي يسمع دعائي أو لا، لا يهمنا أن يسمع دعاءك أو لا يسمع دعاءك، لكن الذي يهمنا هو هل يصل دعاؤك أم لا. فلا بد أن تكون. ولذلك لما جاء أحد الناس لأحد السلف يسأله: ما هي أفضل هدية أهديها وهي أفضل نحلة أنحلها والدي أو والدي؟ قال: أن تكون صالحا ليصل دعاؤك. فإذا كنت على معاصي أو على ذنوب تب الآن وارجع الآن لكي يصل دعاؤك إلى ماذا؟ إلى أبيك، لكي يصل دعاؤك إلى أبيك. هذه الأمور التي ينبغي أن تكون. وانظر إلى هذا الحديث الذي هو عند أبي داود عن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين المهملة، مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه، قال: بين نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ جاءه رجل من بني سلمة، قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ انظر السؤال الجميل، ما جاء قال له: يا رسول الله، هل الآن هو يشعر بي؟ هل هو يسمعني؟ كذا، لأن هذه كل أسئلة لا طائل من ورائها، لكن الإنسان يسأل عن الأمور المحكمات. فقال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم. انظر، قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. كم هذه وصية نعددها مع بعض الآن؟ انظر: الصلاة عليهما، الاستغفار، إنفاذ العهد، صلة الرحم، إكرام الصديق. خمسة أشياء. وطبعا الصلاة بمعنى الدعاء، يعني الإنسان يدعو لهم في كل صلواته وخلواته، والاستغفار لهم أن يستغفر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كان في السلسلة الصحيحة: من قال اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فله بكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة حيا وميتا حسنات إلى يوم القيامة. وإنفاذ العهد يعني إنفاذ الوصية. وكثير من الناس يموت الميت ويترك وصية فلا ينفذها من كان بعده، وهذا وصلنا كثيرا أيها الكرام فضلا، فينفذ الوصية بعد. ثم صلة الرحم التي لا صلة إلا بهما، يعني اللي هي من جهة الوالد كالعمات والأعمام. بعض الناس يقطع الأرحام، لا، حتى ولو كان في قطيعة، أنت من أجل بر والدك في قبره عليك بصلتها وإكرام صديقهما. سبحان الله، وإكرام صديقهما. وأعرف أحد الناس، سبحان الله، ذهبت معه يوما، كان عندي درس، وإذا به سبحان الله يدخل بنا في حارة، سبحان الله، في حي البوادي، وأنت انتظرته، فإذا به نزل يعني شاب وأعطاه شيئا، وأنا كعادة ما حبت أن أسأل يعني عما لا يليق أن أسأل به، لكن هو بعد ذلك فاتحني، قال: يا شيخ، معلش أخرتك عن الدرس وكذا. قلت له: لا خير، ما في شيء إن شاء الله. قال: يا شيخ، هؤلاء كان الوالد يجري عليهم في حياته، ولقد أوصى بإنفاذ هذه الأمور بعد موته. قال: إحنا عندنا شهرية لمجموعة من الناس المحتاجين، نقوم بإيصال هذه الصدقات لهم. يا سلام، سبحان الله، والله إن شيء جميل، شيء جميل، سبحان الله العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم يقول: من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. انظروا أيها الكرام الفضلاء، هذا من أبر البر، إن الإنسان أن يقوم
بمثل هذه الأشياء بعد أن يموت، بعد أن يموت الميت. بل انظر إلى هذا الحديث الجليل، حديث أنس بن مالك عند البزار وعند ابن حبان وغيرهما وصح العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا، يستغفر له بعد موته. هذه الأمور التي ينبغي أن تبقى لآبائنا وأمهاتنا بعد أن يتركوا هذه الدنيا. هذه الأشياء التي ينبغي أن نسأل الإنسان عنها ليقدمها لوالديه بعد موتهما. ويقول الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة: فلو أن الإنسان اشترى المصاحف أو اشترى الكتب وأوقفها على طلبة العلم والمحتاجين في بلاد المسلمين، جرى أجرها للميت بعد موته. هذا ما وجب تحريره أولا. أما بالنسبة هل يشعر الميت بأقاربه ويسمع دعاءهم إلى غير ذلك، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام وضح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره ودفن يسمع قرع نعال من شيعه وهم مولون مدبرون قافلون راجعون إلى دورهم وإلى أهليهم. فقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي حمزة أنس بن مالك عند مسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعال إذا انصرفوا وتولى عنه أصحابه. وفي الصحيحين أنه يأتيه الملكان فيقعدان فيقولان له إلى آخر الحديث: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من سؤال الملكين. والانشغال بهذه المسائل، هل يشعر بأقاربه، هل يسمع الدعاء إلى غير ذلك، هذه من أمور الغيب، ينبغي للإنسان ألا ينشغل بها، إنما عليه أن ينشغل بما ينتفع به الميت بعد موته، كما ذكرنا في تقدمة هذا الجواب. هذا الذي ينبغي أن ينشغل به الإنسان. ما هو الذي ينفع أبي بعد موته؟ ما هو الذي ينفع أمي بعد موتها؟ ما الذي ينفع أخي بعد موته؟ هذا الذي ينبغي أن ينشغل به الإنسان، ولا ينشغل بمثل هذه الأمور التي هي لا تقدم شيئا ولا تؤخر شيئا. ولذلك لما سئل الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة في نور على الدرب، انظر إلى جمال الجواب. السؤال كان كالآتي: إذا مات الميت ودعا له أحد من أهله كالوالدة أو الأب أو الإخوان، هل يصله ذلك الدعاء، وهل يعلم بالشخص الذي دعا له؟ فقال الإجابة الأولى، طبعا احنا بيناها، انه هل ينتفع او لا، ووضحنا انه ينتفع ان شاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال: واما كونه يعلم ذلك فهذا الى الله عز وجل. ارأيتم، هذا هو الجواب. ما ندخل في امور نحن من امور الغيب لا نعلمها، لا ندخل في امور هي من امور الغيب نحن لا نعلمها، فنرجم بالغيب، لكن علينا بما دل به الدليل وثبتت به السنة، وهو انه ينتفع بالدعاء، ينتفع بالاستغفار، ينتفع بإجراء الصدقات، ينتفع بصلة الرحم، ينتفع بإبراء بإكرام صديق الوالد، أعني صديق أو صديقة الوالد، مثل هذه الأشياء النافعة. ولقد صح عند الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن: إن الله عز وجل يرفع درجة العبد في الجنة فيقول: يا رب بما هذا؟ قال: باستغفار ولدك لك. ومن هنا أخذ أهل العلم وقالوا: هذا فيه دلالة على أنه يعلم ويعني ويعلم ويعلمون بذلك. وقد جاء أيضا في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام.
وهذا رواه ابن عبد البر في الاستذكار، وهذا حديث متكلم فيه بين التصحيح وبين التضعيف، منهم من صححه ومنهم من ضعفه. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن المبارك ثبوت هذا الحديث، وأيضا صححه من المتأخرين الإمام عبد الحق الإشبيلي والقرطبي رحمة الله عليهم، والحافظ العراقي والسيوطي والشوكاني وغير واحد، وضعفه من ضعفه من العلماء سواء من المتقدمين أو المتأخرين. نحن ذكرنا ذلك لكي نكمل السؤال والجواب، لكن نترك الأمور التي لا طائل من ورائها، أنه يسمعنا يشعر بنا إلى غير ذلك، نترك مثل هذه الأمور، لكن علينا بالأمور التي وضح فيها الدليل، وهو ما ينفع الميت فنسعى فيه، لأن من أهل العلم من لا يرى بذلك، مثل الشيخ بن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لما سئل هل الميت يعرف ويعرض عليه أعمال أهله وهل يعلم بهم عند الزيارة، فقال رحمه الله: كون الميت يعرف أهله ويعرف زواره محل نظر وليس عليه دليل. لأن احنا قلنا الحديث مختلف في تصحيحه وفي تضعيفه، في مسألة يعرفون الميت ويشعرون به إلى غير ذلك. ثم قال رحمه الله: فالحث على العمل الصالح وإظهاره، لأن هذا يشرف الإنسان، هذا هو الأفضل، نحن نعمل الأعمال الصالحة التي ينتفع بها ماذا؟ التي ينتفع بها الميت. وإن كان هناك حديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم، فإن رأوا خيرا فرحوا به، وإن رأوا شرا كرهوه. إذن الخلاصة بعد هذا الجواب أيها الكرام الفضلاء الذي أفضنا فيه لحاجة الناس إليه، وحتى يذهب عن هذا الابن ما يجد من حرارة الفراق لأبيه، نقول الحاصل علينا أن نجتهد في الأعمال الصالحات التي تقرب وتفيد الميت، ونبتعد عن الأسئلة التي لا طائل من ورائها. وإذا مات الميت تجهز من مؤنته ويقضى دينه وتنفذ وصيته ويوزع ميراثه ويسعى له في الأعمال الصالحات. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع موتى المسلمين، وعلى طاعتك احفظ والدتي وارزقني برها يا رب العالمين. تم تحرير صوتيا في ليلة الأربعاء لأربع خلونا من جماد الآخرة لعام 44 و400 ألف من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.